الملك الناصر أبو المظفر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن يعقوب الدويني التكريتي، الملقب بصلاح الدين الأيوبي، قائد المسلمين وموحد الدولتين وفاتح أولى القبلتين، مؤسس الدولة الأيوبية، كم رويت عنه القصص وملئت باسمه الكتب، واحتار قادة العالم بوصف أخلاقه مع أعدائه قبل رعايا، وأنصفه التاريخ العربي والغربي على حد سواء. ولكن في عام 2005 تم إنتاج الفيلم الشهير مملكة السماء، الذي يروي فتح المسلمين للقدس وموقف صلاح الدين، حيث أظهر الفيلم مقاومة شرسة للصليبيين دفاعا عن القدس. ولكن هل كان ذلك هو التاريخ الحقيقي؟ بالعودة لعام 1138 ولد صلاح الدين في قلعة تكريت بالعراق، وهو نجل نجم الدين أيوب، ويرجع نسب الأيوبين إلى أيوب بن شاذ بن مروان. وقد اختلف المؤرخون في نسب العائلة الأيوبية، حيث أورد ابن الأثير في تاريخه أن أيوب بن شاذ بن مروان يرجع إلى أكراد الروادية من عائلة تدين بدين الإسلام، ويرجع نسبها إلى أهل السنة والجماعة. عاش صلاح الدين طفولته تحت كنف أبيه الذي علمه القرآن وأصول الدين والدنيا، وعمه أسد الدين شيركو الذي سقله على الفروسية والرجولة. عندما بلغ صلاح الدين مرحلة الشباب، كانت حينها الدولة العباسية مجزأة إلى عدة دويلات، وكانت مصر تحت حكم الدولة الفاطمية ولا تعترف بخلافة بغداد، والصليبيون يحتلون الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط من آسيا الصغرى إلى شبه جزيرة سيناء. لمع نجم صلاح الدين كقائد عسكري في سن 24 تحت قيادة نور الدين الزنكي ووالده نجم الدين أيوب وصلابة عمه أسد الدين شيركو. تعلم منهم أن لا سبيل للنصر إلا في إعلاء كلمة الله الواحدة تحت راية واحدة، ولكن جيوش المسلمين آنذاك كانت مجزأة، والدولة الفاطمية كانت تعيش في مشاكل كبيرة بدون قوة إلا من خلال الدعاء بالمنابر. وكان الخليفة الفاطمي المعروف باسم العاضد لدين الله بحاجة ماسة إلى قائد ووزير، فقرر تعيين أسد الدين شيركو وزيرا لمصر المعروف بحنكته وقوته، ليصبح أسد الدين عم صلاح الدين القوة الكبرى فيها. استدعى أسد الدين ابن أخيه صلاح الدين كمساعد له في الوزارة، فكانت له الأيام ليتعلم من عمه شؤون إدارة الدول، حيث كان موهوبا بالفطرة ولم ينقصه الذكاء والفطنة. وبعدما توفي أسد الدين، استلم صلاح الدين الوزارة في مصر بدعم من الزنكيين، ولم تمضي سوى بضعة أشهر حتى تعرض لمحاولة اغتيال كانت من تدبير أمراء الفاطميين، وعلى رأسهم مؤتمن الخليفة الفاطمي، فقبض عليه وأعدم. ولكن تجمع الفاطميون على مؤامرة أخرى، وجمعوا 50,000 جنديا للانقلاب على الوزارة والإطاحة بصلاح الدين، الذي تمكن من كسر شوكتهم وإخماد محاولاتهم للأبد. فاستلم الزنكيون مصر بالكامل وقضوا على الفتنة ووحدوا المسلمين فيها تحت راية الحق. فشعر الصليبيون أن الفرصة مواتية لهم لشن حملات صليبية ضد المسلمين الذين كانوا منشغلين في ترتيب أوضاعهم الداخلية. فبعث ملك بيت المقدس عمور الأول رسالة إلى البابا إسكندر الثالث، الذي أرسل بدوره رسائل إلى ملوك أوروبا بتسيير الجيوش الصليبية. فبدأ الصليبيون حملتهم بحصار مدينة دمياط سنة 1169، فاستعد صلاح الدين وأرسل قواته وكتب لنور الدين يطلب المساندة. فأجابه نور الدين الزنكي قائلا: إني لا أستحي من الله أن أبتسم والمسلمون محاصرون بالفرنج. فسار نور الدين الزنكي بجيوشه إلى الإمارات الصليبية في بلاد الشام، وقام بشن الغارات على حصون الصليبيين ليخفف الضغط عن مصر، ودافع أهل دمياط عن مدينتهم خير دفاع، وهطلت أمطار غزيرة حولت المعسكر الصليبي إلى مستنقع من المياه، فاضطروا إلى الانسحاب من دمياط بعد حصار دام 50 يوما. وعندما أبحر الأسطول البيزنطي هبت عاصفة عنيفة، لم يتمكن البحارة الذين كادوا أن يهلكوا جوعا من السيطرة على سفنهم، فغرق معظمهم. فلاحق صلاح الدين وجيشه فلول الجيش الصليبي المنسحب شمالا،
حتى اشتبك معهم في مدينة دير البلح سنة 1170، فكان انتصارا مؤزرا من الله. وبعد هذا الانتصار ثبت الزنكيون أقدامهم في مصر، وأصبح من الواضح أن الدولة الفاطمية تلفظ أنفاسها الأخيرة. ولم يلبث الخليفة الفاطمي طويلا حتى فارق الحياة، فأصبح صلاح الدين الحاكم الفعلي في مصر، ليس لأحد فيها كلمة سوى. وهنا نصل لنهاية حلقتنا الأولى من سلسلة صلاح الدين، لنعود إليكم في الحلقة الثانية بالحديث عن فتح دمشق وضم بلاد الشام. دمتم بألف خير.